كشفت وزيرة الدولة البلجيكية للشؤون اللجوء والهجرة نيكول ديمور أن الإمام المغربي حسن إيكويسن تم ترحيله إلى بلده اليوم الجمعة. وقالت المسؤولة البلجيكية في بيان صحفي: بفضل التعاون الجيد أعدنا هذا الرجل، تقصد إيكويسن، إلى المغرب بلده الأصلي. وكان الإمام المغربي حسن إيكويسن الذي يطالب به القضاء الفرنسي، وذلك بعد تهربه من أمر بالطرد نهاية الصيف الماضي، وقد تم وضعه في مركز مغلق في دولة بلجيكا بهدف ترحيله من الأراضي البلجيكية إلى بلده الأصلي الذي هو المغرب. واليوم تم ترحيله إلى المغرب بتعاون مع السلطات المغربية.